نرجع للمصرف افندي. ايه ده الناس مش عارفه ان المصرف افندي دي كانت شخصيه كاريكاتيريه مهمه جدا جدا، كان بيبدو كل رسائل للمواطن المصري من خلال كاريكاتير المصرف افندي. جات لك الفكره دي ازاي قبل ما ندخلك تاني؟ لا المصرف افندي يعني انا فاكر لما روحت الاستاذ الكبير طارق نور وكان بيتعاقد معايا عشان اقدم برنامج على القاهره والناس، فقلت له انا بفكر اعمل شخصيه كده زي شخصيه المصرف افندي زمان، كاريكاتيريه جميله دي. نحمل عليها كل اللي عايزينه. فقال لي بقول لك ايه، ده كده اسم البرنامج. حلو قوي. لدرجه لما انا غادرت القاهره والناس من سنه اتصلت باستاذ طارق، قلت له لو سمحت انا عاوز اخد المصرف افندي معايا واطلع بيه على شاشه قناه المحور. قال لي المصرف افندي لا يستطيع احد ان يقدمه الا محمد علي. تخيل. فبالتالي الناس لو شافت الكاريكاتير وعرفت شخصيتك الجذابه الساخره الله يخليك ما حدش يقدر يقدمه. عايز اقول لك وانا ماشي في الشارع يا مصرف افندي مصرف افندي يعني يقول لك ازيك يا خير. المصرف افندي يقول ايه للمغربي يا افندي دلوقتي بعد كل اللي قلناه وسردناه واتضاح الحقيقه وان المساله كيف تسير في خلاص اذا كنت كشقيق عربي انفعلت ببعض الاخبار وثبت بعد ذلك انها كانت شائعات واكاذيب واثبتنا ده في حلقه النهارده، فخلينا بقى نرجع الى الاصول والجذور، العلاقات الطيبه التي تربط بيننا كمصريين وبينكم كاشقاء مغاربه. الاهلي هو في بيته الثاني وفي بلده الثاني اللي هي المغرب، المؤكد نثق جميعا كمصريين ومشجعين للنادي الاهلي انه سيلقى كل ترحيب منكم مثلما تلقت بعثه الرجاء كل الترحيب وكانت حاسه انها في بيتها الثاني مصر. هي مباراه سنهنئ الفائز ونتمنى حظ اوفر لمن يخسر المباراه. كانت زوبعه، هعتبرها زوبعه في فنجان وانتهت وخلاص. بالفعل